شكرا. السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم حول موقع فيرفيرس. بما يتميز به هذا الموقع عن سائر المواقع التي هي متخصصة في الضغط على الدعايات، ولكن غادي نتكلم بزاف على كل جميع الخصائص وجميع المعطيات اللي خاص يكون عارفها اي مشارك باش يتمكن من ربح اكبر وفي بسرعة. فموقع فيرفيرس بالفعل هو موقع متميز جدا، وانطلق في مارس 2014 ويبلغ عدد مشاركين فيه حتى الان ما يناهي 55,000 مشارك. وهو بالفعل كموقع ثاني يأتي من بعد لنفس الشخص اللي هو جو كوك، ويأتي من بعد ماي ترافيك فالو. ماي ترافيك فالو هو موقع ناجح، وجو كوك زاد هذا الموقع وأعطاه جميع، يعني استثمر فيه أموال بالفعل وأعطاه خصائص جديدة، بحيث انه لا موقع اخر يضاهي هذا الموقع من حيث الدقة ومن حيث الانتاجية كذلك ومن حيث الربح، وهذا هو المهم. بحيث ان اي مشارك ممكن يدخل على هذه الصفحة هذه بدون ما يكون مشارك توب ارنرز ويشوف ما تربحه الناس خلال 48 ساعة الاخيرة. خلال 48 ساعة الأخيرة earnings last 48 hours، يعني أنه جو كوك هو هذا صاحب الموقع، جو كوك صاحب الموقع، وهو تربح من الكوميسيون على الناس اللي استدعاهم النهار الأول. فتنشوفوا بأنه في 48 ساعة الأخيرة ربح ما هو 1176 دولار، يعني 1,176,000 فرنك، لكن ما تنعبروا تقريبا الدرهم المغربي. وهذا الاخر هنا الكندي ربح 280 زائد 670 دولار في 48 ساعة. هذا البولوني هذا 565 زائد 11، بولوني اخر امريكي 550 دولار، اعتمادا على نفسه. لا احد كمشارك لدى هذا الشخص الامريكي، يعني انه يعتمد اساسا على نفسه ولا يعتمد على مشاركين استدعاهم هو ولا كراهم كما هو الحال في يعني مواقع اخرى. فهذا الموقع لا يكتري ولا يبيع مشاركين، انه من حقك بالطبع هاد 70 ناس، فربما تتربح لكوميسيون 10% مما ينقرون 5% مما يضغطوا عليه، و 10% مما يشترون من دعايات على الموقع. فهذا هو القانون ديال فيرفيرس. اذا فيرفيرس يتميز اول حاجة وهو الربح يعني الكبير لدى هاد الناس هادو، خلاف راه المواقع الاخرى تنعرفوها يمكن يربح الانسان في اقصى الظروف 2 دولارات في النهار، هذا مع المشاركين ديالو تيكريه هو ناس وشوف واش تيقرو ولا لا، يعني انه بالفعل تيكريهم، وخاصة انه يعني تيعيا الناس او لا تيكري تيضغطو واحد الفترة من بعد تيمشيو بحالهم يشوفو. يعني هذا الموقع لا تحتاج فيه الى احد، وممكن تعمل الرسك، واغلب هنا الناس راه تيعملو رسوم. انا جوج الناس هنا، جوج الناس يعني كان الناس اللي تعتمدوا على اصحابه كذا استدعاهم صافي. الموقع كذلك يعمل ب باي بال، بايزا، ايجو باي، سوليد تروست باي، بيرفكت موني، وسترن يونيون. يعني وسترن يونيون حتى اذا لم يكن لديك من هذه الاقنعه كلهما، فوسترن يونيون يمكن توصل لك فلوس اكثر المحل سون بروبليم جميع انحاء العالم تقريبا. فارجعوا فيرفيرس، وما هو فيرفيرس؟ فيرفيرس هو هذا الشعر ديالو. يعني ملي تندخلوا على الصفحة الأساسية تلقاو هاد العملية هذه، 30 سكوند تساوي
$0.005 أو وحتى $200. هاد العملية تتم، يمكن تربح 30 سكوند ديال الدعاية، إما أنه تتربح فيها 0.005 يعني نصف سنتيم، أو لا $200 حتى $200 10 20 30 ستة. هذا اعتمادا على اش؟ اعتمادا على الاكوميلاسيون ديال لي بونيس بوان، يعني انه تكون عندك رصيد ديال النقط، وهذا الرصيد ديال النقط اللي هما تنسميهم للدات باقي و بونيس اد بوينتس. دونك هذا الرصيد ديال النقط هو اللي تتحاول ما امكن تكونه ويكون عندك كبير، لانه باش ما كبر عندك هذا الرصيد ديال النقط باش ما تجيك دعايات عندهم قيمة كبيرة وهما كتار، يعني عندهم تربح أكثر من الناس الآخرين. فهذا الرصيد ديال النقط كيف يتكون وكيف تتم العمليات ديال يعني تنمية الرصيد رصيد النقط البني. فأي مشارك، أي مشارك نهار الأول كيبدأ، وملي تيبدا غادي تيصل ليه الموقع اول ما تتم عملية بالمناسبة. هذه عملية سهلة جدا، create a new account، يعني تجي تدير user name يعني اسم المستعمل، domain، password، يعني to confirm password مرة أخرى، باسورد هنا تختار اليوم ثم الشهر ثم السنة الميلاد، ثم تعيد اختيار هذه مهمة لأنه خصها تكون في 18 عام باش تكون عندك الحق باش تجبد فلوسك بطبيعة الحال، لأنه تحتاج العملية عند السحب. فثانيا نفس تاريخ الازدياد والشهر والسنة، يعني تي كونفيرم هنا تزيد نقطة اي كونفيرم كذا، فا اوبن اكونت يعني تفتح حساب، هنا تفتح حساب ويصبح لك حساب. طبعا الحال تتصف لك ان جيميل، تيجي عندك واحد ميساج وتنقر على داك لي ليان ديال كونفيرماسيون وصافي السلام. تدخل على الموقع، اول ما تدخل على الموقع ماذا ستجد؟ ستجد ان موقع وصل لك 8 ديال هاد الدعايات هادو اللي هما 8 ديال 25 بابي 25 بونيس بوان بونيس 25 في 8 هي 200. اش انت دير؟ تضغط على هاد العملية هادي، تنضغطو عليها، وملي تنضغطو على هاد العملية ديال بوان بونيس، اش انت كيفاش تتم هاد العملية؟ تتم كسائر كجميع الدعايات. انا غادي نضغط على دعاية هنا وغادي نرجع للصفحة ديالي من بعد، غادي نضغط على الدعاية هذه مثلا، وهذه بنفس الطريقة تتم العملية، يعني للدعاية تتم بنفس العملية. اش غادي ندير؟ غادي نلقى بانه ثلاثة ديال السطور، هاد ثلاثة ديال السطور تندير لهم كوبي كولي، تندير كوبي كولي، ثم من بعد هذا كوبي كولي تندير الكابتشا، تندخل الكابتشا اللي كاين هنا. بون غالبا تيكونوا جوج الكلمات، بون اليوم شفت اللي فيها ثلاثة معليش. ثم انقر على تلك كابتشا، ثم انقر على بروسيت ادفرتايزر ويب سايت، يعني هنا تتم عملية تتبدا المشاهدة ديال هاد الدعاية هادي. هنا مشاهدة الدعاية تتم خلال 30 ثانية، ثم اضغط على confirm هنا، تتم هذه العملية خلال 30 ثانية، ثم اضغط على هاد confirm، ثم close window وأعود إلى الثانية view another ad، يعني مشاهدة دعاية أخرى.
هنا جيت انا ووليت ديجا في النافذه ديالي ولا في الموقع ديالي انا في الصفحه ديالي. هنا غادي ندير اوردر باي فالو ونشوف لي فالور ديال هاد الدعايات اللي وصلوني. وحده فيها 4 دولار، وحده فيها 0.10، اخرى 0.10، اخرى من هذا الشكل هذا، ثم ساعود لهذا الشكل هذا. وهذا هو اللي مهم في هذا الفيديو هذه. غادي نهضر على جميع لي ديتاي ديال هذا الدرس. بطبيعة الحال غادي نقولوا بانه كيفاش توصلتي بانه توصل عندك هذه الدعايات بقيمة 4 دولارات او لا 100 سنتيم او لا اكثر، لا واكثر عفوا تمشي حتى ل 15 بعد المرات. يعني انه لابد من العمل بطبيعة الحال. واذا البناء كله وتيتم عبر نقط البي ار بي. حنا اول ما شفنا دابا شفنا هذه نقط البي ار بي. اذا اول ما تتنقل كتولي عندك 25 زائد 25 اكسترا حتى 200 نقطه. ماذا من المهم تتولي عندك 200 نقطه في الرصيد ديالك، الموقع غادي يرسل لك دعايات بقيام ديال بقيام بهذا الشكل هذا، قيام بالدولار. يعني انه تضغط عليها حتى هي وتدوزها بنفس الطريقه وتشكل عندك رصيد من الدولارات، رصيد من الدولارات اللي هو رصيد بطبيعة الحال. تلقى الرصيد ديالك هنا، ها هو الرصيد ديالك هو هذا بالدولار، وتتلقى رصيدك من النقط هو هذا. لما رصيد ديال النقط عندك تيولي عندك هو هذا، هنا تيتشكل عندك رصيد ديال النقط. كيف اذا تمنيت انا هذا الرصيد ووصل لهذا العدد 846883؟ دونك كيفاش؟ بالاعتماد على النقر بطبيعة الحال على البي ار بي ديالي اللي تيرسل ديال الموقع، ولكن ايضا اعتمادا على واحد الحاجة اخرى وهي تمرير دعايات على الموقع لمواقع اخرى ديالك. مثلا عندك موقع اخر كتعامل مع مواقع اخرى، فتمكن شري دعايات عند الموقع هنا باي ادز باي ادز، وهذا من خلال هاد الدعايات هادو تيتشكل عندك واحد الرصيد، لانه اي دعايه ولو دولار واحد مثلا استثمرتي دولار واحد فالموقع تيعطيك دولار واحد، غنكتبها هنا دولار واحد، غادي يعطيك الموقع مقابل هذا الدولار 3100 بونص بون بونص. يعني انه هذا واحد دولار تساوي 1.55 دولار تساوي. يعني من بعد النقر على الدعايات فانت غادي تربح 1.55. تصور لو درتي دعايه ديالك لموقع ديالك خاص بدولار واحد شريتيه من على الموقع، فاشنو اللي غادي اشنو اللي ديال تربح؟ تربح 50 زياره للموقع ديالك، 50 زيارة 50 زائر غادي يدخل الموقع ديالك ويشاهدوا خلال 30 ثانية لكل مشاهدة، ثم ستربح 3100 نقطة. هاد 3100 نقطة هي مقابلها هو 1.55 دولار. يعني أنه هنا تنجيو لكل نقطة. إذن هذا ما كورسبوندونس بين النقط والدولار، فغادي نلقاو بانه غادي نقدروا نديروا ايكال مثلا 1.55 مضروبه في 3100. فوالا هنا لا كورسبوندونس تلقاها انه نقطه واحده تساوي 0.005 دولار. مفهومة؟ دونك انه اي نقطه من هنا فهي 0.005 دولار. يعني انه الموقع ملي تتشري عنده لا بيبيسيتي او 200 نقطه، 200 نقطه اللي تعطينا في البونيس ديال اي نهار اي نهار، ف 200 نقطه غادي تولي تتسوى
كومبيان تتولي تتسوى إيكغال 200 200 مضروبة فاش مضروبة في 0.005 دولار تساوي 0.1 دولار. إذا الموقع تيصيفط لك دائما 0.1 دولار في النهار، وهو تيصيفطها تيرسلها لأي مشارك بطبيعة الحال 200 نقطة. وهاد هاد لي بي أبي هادو ضروريين، لي بي أبي ضروريين أنه ينقل عليهم الإنسان بأنهم هما باش هما باش تأكتيفي لاكتيفاسيون ديال لو سيت ديالك، لأنه لو سيت ديالك نسخة أكتيفي كو من بعد ما كتنقل على هادوك لا 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 هادوك لي أب. لأنه هنا تيقول لك هاي أول نقطة اللي كاينة هنا 21 مار دايز يعني أكتيف، الموقع ديالك غادي يبقى أكتيف 21 نهار، يعني أنه تتنقل على هادوك لي بي أبي حتى تولي عندك موقع مفعل والصفحة ديالك مفعلة، وباش ما تعطلت عليهم راه هنا تتنقص لك العدد ديال النهارات اللي عندك ديال تفعيل الموقع ديالك. فضروري انه تنقر على هاد الدعايات ديال لي بي ابي بطبيعة الحال، ومن خلالهم تتربح. اذا تربح كوا 200 نقطة، اشنا هي مقابلها؟ هو 0.1 دولار. فهاد العملية واضحة، ستكون واضحة بانه 1 دولار يساوي مقابله هو 300 نقطة، وكل نقطة مقابلها هو 0.03 يعني نصف سنتيم. إذا مثلا أنه إلى درنا 10 دولارات، شرينا دعاية ديال 10 دولارات، فربحوا 331,000 نقطة. والموقع اعتمادا على هذه الدرجة ولا هاد يعني اعتمادا على الموقع ديالك فهاد يعني ديزون الكلاسمون ديال النقاط، فهو تيعتمد الموقع تيعتمد تماما هاد العملية هادي. اشنا هي؟ وهو تيكلاسي الناس من موقع جروب 1 2 3 اكسيتيرا حتى 13، دابا راه 14 جروب. يعني انه النقط هما 1600، الجروب الاولاني، الجروب اللي ما قبل 1600 لا يعتبر، يعني انه بدايه من اللي كيولي عند الانسان 1600 حتى 6400 كيتسمى الجروب الاول واحد، ثم الجروب الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، الى ان تيصبح عندك ملايين ديال النقط. هاد الناس من جروب 10 الفقر عندهم ملايين ملايين، 1.5 مليون نقطة. اذا هاد الناس تا هما الناس اللي تيكونوا في القائمة، ديزون الناس اللي بحال هكدا، ولا تيكونوا غالبا هما كتار، غالبا كتار 14,000، ثم 7,000، ثم 1000، ثم 1200، ثم حتى تيصبح واحد ثلاثة الناس اللي كان الجروب الاولاني. ولكن الموقع شنو تيدير؟ الموقع هنا تيعمل تيرسل يعني دعايات صغيرة ذات القيمة الصغيرة تدفع لهاد الناس هادو في البداية، يعني 0.005 دولار، 0.001 دولار، يعني تجي غالبا تكون في هاد المنطقة هنا. يعني غادي نفسرها اوترومون، يعني تجي اول الناس اللي تيكون عندهم هنا مثلا تجي دعايات اللي من الصنف ديال 0.001 ثم 0.0051 ثم 0.005 مثلا اكسيتا. ملي تيولي الانسان عنده عدد كبير ديال النقاط، شنو تيولي؟ تيولي تيجي 0.1 دولار، تيولي يجي 0.5 دولار، يقدر يجي 1 دولار، ويقدر يجي حتى 3 دولار ولا بحال هكا. ملي تيولي الانسان هنا في هذه المنطقة هذه، تيولي يجي مثلا 0.5، يقدر يجي 0.8، 0.1، 2، 5 دولار.
ملي تيولي في هذه المنطقة هذه راه تتولي تجي $5 $10 $15 $20 كاع. يعني انه هادو هما الدعايات دابا كيف تيدير لهم موقع، يعني حسب تسلسل ديال هاد النقط والتدرج في هاد السلم هذا ديال الجروب هو اللي تعطيك انه تتولي غادي وتتولي عندك واحد الدعايات كبيرة عندها قيمة كبيرة وكذلك كثيرة، يعني انه القيمة حتى ديال الدعايات راه تكون كبيرة، لانه هذا هادو كيف تنشوفوا هاد الناس اللي هنا، هاد الناس اللي هنا راه رابحين تيربحوا يوميا، يعني شفناهم هنا راه تيدوروا حول، خصنا نشوفوا حتى اللي بيعطي هما هادو هنا 20 مليون، 20 مليون عند هذا الكندي، هنا 6 مليون، 63 مليون، 63 مليون، شتي باش بغيا زاد هنا 51 مليون، هنا 77 مليون، هنا 20 مليون، وكتر هنا 19 مليون، يعني نجيو 20 مليون تيربح $300 في يومين، دونك $200 في النهار، $200 في النهار، يعني راه ماشي سهلة. 56 هذا ديزون 19 مليون اكتر، دونك هادو هما اللي بيعطي. إذا الموقع يعتمد أساسا على هاد العملية، $1 ديال الدعاية تتساوي تعطيك مقابلها 3100 نقطة، وكل نقطة تتسوى $0.005 و قيس على هذا حتى الآخر، يعني أنه تتبقى عملية ديال الأش 800 رصيد بالمشاركة. ممكن أن الإنسان يشارك بطبيعة الحال بدون استثمار، ولكن هو إذا استثمر كان أحسن، لأنه إذا استثمر الإنسان يعني 31 ألف، هنا 31 ألف راه تدوزك لهنا، تكون درجة بدولار واحد، دولار واحد 10 دولار، اسمح لي 10 دولارات مثلا استثمار، غادي تولي تدايس لهاد المنطقة هذه، يعني تتولي تاخد 0.5 0.1 $1، يعني تجيك في النهار، وهاد $10 تترد لك، غادي يردها لك الموقع بهاد الشيء، يعني $10 غادي ترجع لك بواحد، كل دولار غادي يرجع لك ب1.55، إذا $10 تصفت لك $10 تولي عندك 15.5 $15.5 $15 5 هي اللي غادي تربح من بعد واحد دو سمان، مثلا $10 تستثمر فيها اليوم، من بعد دو سمان لا ثلاثة ديزون دو سمان غادي تولي عندك $15، تتعاود تستثمر هاد $15 شريها حتى هي دعايات، غتولي عندك 25 اكسترا، دونك كاين نشرحكم معرفتش واش عطاتينا شي حاجة، نو عطينا باش هاكو ديزون ندير انا عملية ديال انه استثمرنا $10، استثمرنا ديال $10، دونك 10 نديرو هنا ايكال نضربو في 1.5 احنا درنا هنا درنا $10 عطات 15.5، من بعد دو سمان اخرى عطاتنا 24، بعد 37، بعد 57، 89، 138، 210، انه ممكن انه بنفس الطريقة دير $100 فتولي واحد فيه، دونك هنا تنديرو هنا عملية قريبية،
أنه استغلنا 10 دولارات وشريناها ببليسيتي للسيت، فشنو اللي كيعطينا كأرباح؟ فرجعوا العمليات ديال الربح بدون دابا شفنا عمليات الربح بطبيعة الحال، وكيف سنستغل الدعاية لننمي، كيف نستغل الدعاية ونستثمر في الدعاية على الموقع لكي ننمي الرصيد من النقاط، فهو باي ادز. تمشيو باي ادز، وهنا تنديرو كريت كومبين. كريت كومبين ها هي يعني خلق واحد سميتها. تمشيو ماذا هنا إذا عندك شي دعاية قديمة تسلك، إذا ما عندكش راه تشكل دعاية من الرابط الشخصي ديالك، يعني رابط مثلا فادفرس، هنا رابط ميمكنش نديرو فادفرس، ولكن تيديرو إذا ما عندوش موقع آخر يمكن يدير فادفرس ويدوزو صافي ماشي مشكل، أنه بالنسبة له أنه تيربح النقط هو المهم. فعندك موقع ديالك راه تديرو، إذا ما عندك شي يمكن دير فادفرس ماشي مشكل، ف يمكن تإليمين هاد الصورة إذا ما عندكش، إذا عندك ممكن ديرها يمكن إليمين هاد الصورة حتى هي، وهنا تكتب جوج كلمات ولا ثلاثة بيرفرس بيرفرس باغ اكزومبل وصافي بيرفرس بيرفرس هنا ثم بيرفرس هنا وصافي. يعني ها هو بدرس اشنو تندير هنا، تم نختار البنك الالكتروني كنت عامل معاه باي بال بيزا بيرفكت موني ايجو باي سوليتروس باي بيتكوين لك عندك بيتكوين تا هما سينو كاين عملية اخرى باش تشارجي من بالويسترن يونيون، تشارجي الكونت ديالك بالويسترن يونيون، لكن على كل هادو راه كافيين كافيين ما فيهم كفاية باي بال بيزا بيرفكت مونيغو باي سوليتروس باي بيتكوين. تنختار مثلا بيزا فتمشي وتن نختار هنا عدد الدولارات اللي بغيت نشري، الى خديت 10 دولارات مثلا فهي تعطيني 500 جزائر في 30 سكوند، وممكن تربح حتى 400 تاهما ولكن حنا حيدناهم دابا يعني. وهذا هو المهم، 31 نقطة، 31000 نقطة، 31000 نقطة، يعني انه راه ترجع لك 15.5 دولار. اشنو غادي تخلص هنا؟ غادي تخلص 11.19 لان عندك 1 دولار بزاف ديال 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 يو لي فيز ديال ديجون لي فري بورشيز. دونك تجي تشري بورشيز ادز تشري والسلام. اذا ملي تشري شنو تيولي عندك؟ تيولي عندك هنا ماي اد كومبينز، تتولي عندك لي تيولي عندك اللي عندك انت. مثلا انا عندي هنا وحده اكتيف والاخرى اكتيف، دا 550 دونك ديجون 10 دولار 11 دولار هنا وهنا 9 دولار، هادو اكتيف هما اكتيف الاخرين راه ناخذ وحده تتقاضى ودا ناخذ هذاك داكشي تربح منها وتنعاود ندخلو في عملية أخرى. بحال دابا هذا حاليا عندي 6 دولارات غادي نزيد على هذيك 4 اللي كاينة دابا ونعاود نشري تاني 10 أخرى وصافي. يعني أنه إعادة استثمار وإعادة استثمار باش تنمي الرصيد ديالك يوميا، وبهذه العملية تتبقى غادي ويوميا تتنمى عندك العملية. أنه بالفعل هنا شي بديت 50 دولار ثم 200 ثم بديت بدولار واحد 50 دولار واحد ثم هنا 4 دولارات ثم هنا 5 دولارات ثم 5 ثم ربحت هذوك 5 ومشيت 6 ثم هنا 2 دولارات. فهذه العملية الى واحد النهار كان عندي هنا فينوميا باك سي 20 وكانت فيها شي 40 دولار يمكن 40 دولار صح. دونك هذه هي العمليه هنا في دنيا اكثر. دونك هنا تتلقى غادي
وداكشي اللي ربحتي تستمروا وتتم عمليه الاستثمار واعاده الاستثمار وتتربح ويوميا تتزاد الرصيد ديالك وتتزاد عندك مدخول في الموقع. فهذا هو الدرس. كاينين عمليات اخرين ضروري نعرفوهم، وهو اولا هضرنا على هذه انه لا بد من نقرا لا نبيع باش يبقى عندك موقعك مفعل. عدد النقط اللي عندكم هادو، الجروب اللي تنتمي ليه في هذيك الصفحه اللي ورينا قبيله، هذه هادشي كله ضروري يعرفوا الانسان انه واحد عدد ديال الاخوان من بعد ما تحقوا ما عرفوش هادشي. دونك حنا كنفسروا هادشي كله باش يبقى حتى حاجه ما تبقاش مخبيه. هادو هما لي جروب. اذا 360720 ديزاين ديستلي الجروب هذا نورمالمون غادي نكون في جروب 8، ولكن حيت زادو هما جروب راه ولا في جروب 8، وليت في جروب 8. لما الجروب 8 كنشوفو هنا 8 في 360 حتى 420. فهاد الجروب هما اللي فيهم تتصنف اي واحد بطبيعة الحال، وهذه اللي تعني تقصدوا بهاد الجروب 8 على 14، لانه كانت هذيك فيها 13. هذه 8 على 14، اذا مصنفين يعني مثلا بهاد النقط هادو ديالي نصنف في 8 على 14. نجيو لهاد العمل. هذه عملية مهمة جدا، رد لها البال، لأنه are you eligible to receive recycled ads؟ أشنو تتعني؟ تتعني بأنه تتخلص 0.05 دولار، تتخلص 0.5 دولار، 0.05 دولار، نرجع لهنا، تنخلصوا فيها. هي تكسوا هاد الاوبسيون هادي تشريها ب 0.05 دولار، وماذا تربح فيها؟ تتربح فيها 1 دولار. اذا الربح الصافي هو 0.95 دولار، الربح الصافي ديالك اشنو هو؟ هاد 0.95 دولار يمكن تربحها في 3 ايام 4 ايام طرفو وقبل كاع. علاش؟ لانه كيصيفطو ليك لي ريسيكليد ادز. شنو هما لي ريسيكليد ادز؟ لي ريسيكليد ادز هما لي نرجع ليهم انا لهنا باش نوريك كيفاش داير هاد ريسيكليد ادز. من تجيك اشنايا كيفاش تكون هي هاي ريسيكليد ادز، هي هادي تكون فيها هاد الشارع هادي سيتيون بوبليسيتي كي هادا ريسيكليد، استدير شي واحد اخر ما نقرش عليها في الوقت. وهنا ضروري نعرفوا بانه كل ريسيكل كل بانيير تجيك راه عندها وقت ديالها محدد. هذوك لي بانيير اللي تيجيوك ديالك كلهما تتكون فيهم 18 ساعة بحال هذا قرب تقضى فقط فيها ساعة 41 دقيقة، هذه باقي فيها 12 ساعة. هادو كاع جاو مرة واحدة 12 ساعة تقريبا كاع جاو في دقيقة في ساعة واحدة. هذه جات قبل منهم وخليتها اساسا باش نشوفوها. فلذلك انه لي ريسيكلد ارز اشنو هما؟ هي هادو اللي تيجيوك فيهم هاد الشرا هادي، هما دعايات اللي ما نقرش عليهم واحد شخص اخر اكس، وبذلك انفو ما تيبقاو ما نقرش عليهم تيعاود يتفرقوا على من تيتفرقوا على الناس اللي شاريين هاد لوبسيون. لا الا شريتي هاد لوبسيون ديال 0.05 دولار تتولي تيصيفط لك الموقع كل مرة شي واحد ما نقرش عليها تيصيفط عليك انت حتى تكون عندك واحد دولار، حتى تكمل عندك واحد دولار. نشوفو هنا في سميتو ديالي، نشوفو هنا في البلاصة فين كنا. فتتكون عندك هنا مثلا البارحة لقيتها هي باقي فيها 0.99، يعني يلا عطاوني 0.1 دابا 0.1، يعني انه باقيها بحال هديتها غير قبيله. دونك هنا اشنو غادي يبقى؟ غادي تتنقص عندي وحتى تتولي عندك 0.0، يعني انه راك استقبلتي 1 دولار. وبشحال خلصتها في الاول؟ خلصتها ب 0.05 دولار. هذه انصح جميع الاخوان باش يديروها لانها مهمه جدا، تتعاونك من الاساس دغيا تتربح 1 دولار
بغيو تقدر تربحو في 3 ايام يومين وتدوز وتستعمل مثلا هذاك واحد دولار تشري به لا بيبيسيتي هنا باي اد. يعني راه طريقه سهله جدا. كاينه طريقه اخرى اوبسيون اخرى ار يو ليجيبل تو ريسيف راندوم 1% من لي فالو ديال لي ادز ميني كتسمى ميني اوبغراد. هاد لي ميني اوبغراد اشنا هي؟ تشريها ب 2.99 دولار. تشريها ب 2.99 دولار يعني 3 دولارات. وتيبقى الموقع كيصيفط ليك مدة 7 ايام دي بيبيسيتي. وهذوك لي بيبيسيتي تيكونوا ماركين بواحد في المية، راه مكتوبة فيهم واحد في المية. دونك غادي نرجعو لهذوك باش نوريك هذاك. هاهي هي هادي 1%. هاد 1% اشنو هي؟ تتعني لي بيبليسيتي 1% من لي بيبليسيتي اللي باع الموقع في النهار تيفرقهم على الناس اللي خلصوا هاد الاوبسيون هادي. وغادي تلقاها هاد الاوبسيون هادي راه تلقاها هنا ماي اكونت. غادي نمشي لماي اكونت غنوريها لك ضرورة باش تعرفها. سوبر يوزر اوبغراد هنا غادي تلقاها وغادي تلقاهم ها فوالا. هنا تنهضرو على هادي دابا، تنهضرو على 1% ديال 2.9 تتخلص 2.99 دولار. 1588 واحد مخلصين هاد العملية دابا، شارين هاد الاوبسيون هادي. وعندي غلاب من 30.9 إلى 7.10. غادي نبقى نتلقى دي بيبيسيتي كلها ومكتوبة في هاديك 1%. هادي 1% اللي شنو دابا اللي جات هما 37، لاصوم ديالتهم عطاوني 0.67 دولار، وغادي باقي تجي حتى ل 7 أكتوبر. غادي يبقاو يجيو دايما. إذا في آخر المطاف شنو كتلقى راسك؟ كتلقى راسك جمعتي فيها بحال ديك المرة الأخرانية، جمعت فيها 6.95، خلصتها ب 3 دولارات وصدقات فيها 4 ديال الدولار زايدين. 6.95 تقريبا 4 دولار تربحت فيها. تجي هذه ديالت واحد ديالت الأخرى اللي من فوقها تسوى نشوفوها بون قبلنا. هذه الأخرى الثانية أوبغراد ميجا، تسمى أوبغراد ميجا. هذه ميجا أوبغراد وهذه ميني أوبغراد. ميجا أوبغراد تشتريها ب 19 دولار، تشتريها ب 19.99، تشتريها ب 20 دولار تتبقى لك عندك أسيدي، تتبقى عندك حتى بعد المرات تربح فيها 30 دولار، تربح فيها 28 26 دولار. بقمية فوا ما ربحت فيها بزاف 21.09 دولار. هاد المرة وصلت 92 قلت 93 دولار، وباقي غادي تمشي حتى لو 7 ديس. حتى لو 7 ديس علاش؟ انه ما كملاتش في هذاك الوقت ديالها، فهما زادوا الفترة وكملوها حتى زادوا اسبوع اخر فيها، وربما غادي تمشي هذه 30 دولار ولا بحال هكا. تصدق انه خلصت 20 دولار وبوندون اون سيمين تتلقى 20 دولار ديالك جابت 10 دولارات تربحتيها فوق 20 دولار، تربحتي 30 دولار ولا كذا، راه كاين تربح حتى 80 دولار فوا فهمتي. وهذا سي دي بورشيز اللي تي 1% من جميع الدعايات اللي باع الموقع، والقيمة ديالهم تتسوى 50 دولار فما فوق. يعني 1% من المبيعات ديال الموقع اللي هي مبيعات اللي تتسوى 50 دولار فما فوق، هذاك 1% يوميا تيفرقها الناس اللي شراو هاد العملية. شكون شحال من واحد شراها؟ شراها 245 واحد في الموقع، يعني 245 مشارك مخلص هاد العملية. دونك هذا من المسائل اللي تخص الانسان يعرفها باش يتعامل مع الموقع بجميع لي ديتاي ديالو، ميبقاش عارف حاجة ما عارفش حاجة أخرى. نمشيو لأبطال هادشي اللي كاين. هادو هما المهمين، هادو هما المهمين. هادي هي ميجا، هاهي ميجا اللي شفنا دابا ديال 20 دولار، هادي ديال 3 دولارات. بدا الإنسان ديجا تيبدا بهادي ديال 0.05 تيربح بها 1 دولار، تيتجمع عندو شي شوية تيقدر يشري هادي ديال 3 دولارات. ملي تولي عندك شوية راه تيولي كاين واحد القضية اللي ضروري تعرفها وهي الفلتر. هاد الفلتر غادي تجي تشوف هنا غتلقى بأنه 0.1 مينيموم. كا
تيسكو سوف ندير الفلتر. الفلتر هو هذا هو راه ديجا درناه. الفلتر دي يتبع باش ما يجيوكش باش ما يبقاوش يجيوك دوك لي بيبليسيتي ديال 0.0005 انت تدير الفلتر تتخلصوا ب 10 دولارات. لا لا اوصي احدا باش يديرها المرة الاولى الناس فرطا يعني من النهار ملي تولوا تيجيوك بزاف ديال الدعايات في النهار 60 70 80 دعاية فمن الاحسن انه يكونوا مختصرين شيئا ما وتجمع لك القيمة ديالك فتجي دعايات شوية شوية بلا ما باش مابقاش تخسر بزاف الوقت. فلذلك انه تشتري هذا الفلتر هذا ب 10 دولارات تخلص مرة واحدة تخلص مرة واحدة بينما هاد ميجا ومينير تخلصوا كل مرة بغيتيهم تخلصوا على 7 ايام وتي مي با اوبليجي باش تشريهم. اي واحد ما تيشرط عليك تشريهم هادو دو اختيارين بطبيعة الحال. هادي راه اختيارية كلشي اختياري لا الا المقرع لا البي ار بي والدعايات هو اللي كيبقى ضروري الا بغيت تربح الفلوس بطبيعة الحال. دونك هنا انما تاعدو راه سيدي زوكازيون باش تشريهم مرة مرة تربح فيهم 3 دولارات 4 في الاسبوع ولا كبر ولا كتر 10 مثلا وكتر. دونك هنا هاد العمليات لي فيلتر 10 دولارات 10 دولارات ديال الفيلتر عندي تتشوفوا هاد الفيلتر تتشوفوا تتشريه وراه تتأكد على شحال بغيتي. هنا انت تضبط هاد العملية اتونسيون راه الا درتي واحد لا فالور من ما عجباتكش راه خصك تخلص مرة اخرى باش تبدل هذا الفيلتر. ما تيتبدلش كل وقت ما بغيتيه تيتخلص تيتبدل في الوقت اللي شريتيه ولا بغيتي تبدلو خصك تخلص عليه مرة اخرى 10 دولارات هاك ساعة يفوفا انا درت 0.01 باغا تبان لي انا حد الساعة كام ديال مي ربما من بعد الى كثر عندك وكذا شوية راه تولي تيوبليجي تبدلو ماشي مشكل. تبقى عندك هنا اصابوع حتى هو هنا تبقى عندك الرابط الشخصي ديالك هو هنا تبقى عند الماركتينغ ماتيريالز تبقى عندك جميع وسائل باش تقوم بالدعاية ديالك هنا لي بانيير جميع الانواع لي بانيير وهذا هو المهم هادشي هو المهم يمكن بون المهم ماي قاد كومباين ترا شفناهم تولي عندك هنا لي كومبان بيبيزيتار ديالك باي ادز راه شفناها هما ملي تبغي تكون واحد الدعايه راه تدير ثلاثه السطوره ديالك ودير الرابط الشخصي ديالك نحو الموقع اللي بغيتي تدوز فيه بيبيزيتار وتكفيري فيه فاسيون فيريفي هنا لابد توقف 30 ثانيه باش تدوز الدعايه وشوفها واش مضبوطه تبان مزيان ثم تتخلص وتدوز بيد ادز بون بيد ادز هما لي بانيير ديالك يعني هذوك لي بيبيسيتي ديالك اللي تيجيو كاين اختلاف في البيبيسيتي كيفاش شنا هادي ديال 1% فهي ديال هذيك لوكسيون ديال 3 دولار راه ضربت على هذوك ديال سميتو كاين لي ريسيك دي هما هادو دونك هادشي كاع بيد ادز كاش اوت ايرنينز كاش اوت ايرنينز هو طرق باش تخرج فلوس كي لا بغيتي تخرجها باي بال بيزا بيرفكت موني ايجو باي سوليتروس باي يوستون يونيون بانك وير بيتكوين ام تي في ترانسفير ام تي في راه هي ماي ترافيك فالو خصنا نعرفو بانه اي واحد كنتي مشارك في موقع ديال موقع ادفاتس فانت مشارك يعني بالضرورة في ماي ترافيك فالو ماشي بالضرورة ولكن انت مشارك يعني تتكون مخرطي حتى في ماي ترافيك فالو يعني الى انت تتسجل دابا حاليا تتسجل في التدرس ولكن راه ممكن تدخل ماي ترافيك فالو بنفس الاسم ديالك الاسم المستعمل وبنفس الموت باس ديالك ماي ترافيك فالو طبيعي كاين جيمز وهنا غادي نشوفو ما ترافيك فالو انا غادي ندوزها نديرها دابا كاين جيمز هما اللعب الالعاب لا اوصي احدا باش يلعب لانه غالبا الالعاب راه تدارو باش يديو لك لي بي ار بي ديالك لي بوان. دونك هنا مثلا راه اي لعبه هنا راه غادي تلعبها والناس تاع يلعبو كيضلو تيلعبو كاين اللي تيربح هنا مشاو ليه مشات ليه
5000 هنا مشات ليه 30 هذا اللي هكا هو ربح 5000 يعني انه هذه راه مشات هذه ربحه دونك وماشي راه كل واحد راه طالله الاسماء هنا طابع الاعراض الاف ديال الناس كاينين دونك تتحقق مثلا عادي لا ماشي مشكله باش نبين ندير هكا يوين دونك مشات 25 بوان بونيس دونك هنا انا مثلا لا اوصي احدا باش يلعب ولكن المهم بون انا رديتها مشات ليها 25 رديت 100 دونك انا ربحت انا 5 لا اوصي احدا باش يلعب لانه ممكن يمشي لك النقط ديالك في نهار واحد دونك لا اوصي احدا تماما باش يلعب انما جيمس اللي بغيت ندخل ليها هو هنا هو جيمس راه كاين واحد القضيه اخرى حتى هي افضع بكثير وهي بلاي كاش جيمس ات ماي ترافيك فالو يعني يمكن تلعب هاد اللعاب هادو بالفلوس تلعب مقابل فلوس فهنا علاش قلت لك بانه راه ممكن انه تدخل ماي ترافيك فالو بنفس اللوجين ندير اللوجين ديالي او غادي ندخل ها هو دواء اسم ديالي في المستعمل لوجين هذا المود باس ديالي على قد غير صرا هو هذاك تندير سكسس ها هو غادي ندخل وثاني شيء ممكن بلاي جيمز هنا مقابل فلوس جميع الالعاب اللي شفنا به هنا تتلعب بالفلوس نجيو لهذه القبيله اللي لعبناها كادو فها هي تتاكد هنا اش من رقم بغيتي او تتلعب هنا بالفلوس ما غاديش نلعب ولكن المهم ها هي 0.25 دولار او تكليك هنا ها هما الناس راه هي اللي تيلعب مشاو ليه هنا رابح هنا مشاو هنا مشات ليه هنا رابح بزاف هذا ملتي واحد هو تيلعب هنا اسمه يوزر نيم واحد يعني انه راه نفس الاسم ديالك نفس الاسم ديالك المستعمل ونفس الباسورد ديالك تتلعب فيه وتدخل به الماي ترافيك فالو ماي ترافيك فالو هو الموقع ديال جو الاولاني هذا ما دار مفتوح من 2010 بينما فيدفيرس اللي هو هذا ما تفتح حتى مارس 2014 دونك راه دائما نعرف هذه العمليه باي 1 دولار اي تو ريسيف 1.55 خسرنا هاد العملية باش عارفها مزيان راه كانت الدعاية الناس ما كيعرفوهاش شنو هي دونك ربما كاينة قضية أخرى حنا قلنا جميع لي ديتاي غادي نقولوهم كاين ماي اكونت غادي تشوف ماي اكونت هنا ماي اكونت راه فيه كلشي كاش اوت ريفرنس كوميسيون لي كوميسيون ديال لي ريفيرال ديالك ممكن تطلع هنا على جوست راه تشوف ماي كذا تشوف ريفيرال توب ريفيرنس اكسيتيرا هو بطبيعة الحال ضروري انه الانسان يفكر يدخل معاه ناس اخرين يعرض عليهم بنفس الطريقة يفسر لهم ماشي تبغي بالانس هيستوري هيا بالانس هيستوري يعني انه راه كل شيء هنا يبان عندك كل شيء غادي يبان عندك في البالانس ديالك باش قلنا بانه راه هذا الموقع راه كل شيء فيه مضبوط تماما بيبليك بروفيل بيبليك الاد فلتر هذا هو الفلتر اللي قلنا بانه تزيدو ديال قبيله شتي لو فلتر حتى هنا تزيد لو فلتر هنا تدير الفلتر اللي بغيتي وتتخلص من هنا والسلام دونك هذا وتتخلص 10 دولار دونك باش تكونوا واضحين ضروري تخلص 10 دولار باش تبدلو انت دابا الا بغيت نبدلو خصني نخلص عليه ماي اكونت توجور فيها بونس اد بوان لوك جميع لي بوان اللي تتنقصو ضروري تنفسرو بانه اي نقاط جاو عندك راه تتنقصو ليك اي حاجه توصلتي بها مثلا
هاي 4000، هذه 4 دولارات، هذه 4 دولارات اللي توصلت بها دابا، هذه اللي كتبان لنا حنا دابا في الطابلو ديالي راه هي 8000 نقطة طرف من البونيس ديالي من البيع الباقي. دونك أي نقاط اللي كتوصل بهم فهما كيديرو عندك. هذه 49 دولار، اللي 49 بوان اللي مشات ليا 25 ودخلت 49، هذا هو النقاط اللي لعبت دابا في هذاك البيلوفاس، مشات ليا 25 في الاول وملي لعبت اللعبه الاخرى جات ليا 49. دونك راه اي حاجه اي حركه تديرها الا تتسجل، واي دعايه تلقي فيها الا تتنقص لك من النقاط ديالك. دونك ما نكونوش خصنا نكونوا عارفين بانه اشنو تيدير الموقع، الموقع تيستبدل معاك في الاول تيعطيك نقاط، وملي تيولي تيعطيهم لك دولارات تيحيد لك النقاط، فهو تيفضي معاك من الاول تيقول لك اودي هذه العمليه غادي تعطيني 1 دولار وغادي يرد لك 3100 نقطه، ومن بعد ملي تنولي نعطيك موقع تيعطيك دولارات تينقص لك النقاط بطبيعه الحال حتى تتولي كيك. ملي تتولي تدخل لك عندك 3100 دولار، يعني راه خديتي 1.55 دولار، انت عطيتي دولار هو عطاك 3100 نقطة، ومن بعد كل هذه كل نقطة تتسوى 0.0005 دولار، إذا نهار تتسالي لك 3100 نقطة، يعني أنه راه خديتي بالضبط 1.55 دولار. هذا هو ديال العملية. فلذلك ما تدخل لهنا تدير ماي أكونت سوتو بونس أد بوينت لوغ لا هيستوري، تتلقى فيها جميع المسائل اللي تقوم بها في النهار كامل، هو من النهار اللي دخلت. سيستم ستاتيستيكس تتلقى هادو لي ستاتيستيك ديال لي سيت اللي خاصين بالعمليات اللي كيقوم بهم لي سيت، داكشي اللي باع في النهار، داكشي اللي فرق، داكشي اللي تنقر عليه، داكشي اللي ما تنقرش عليه، اللي باقي مضغوط، لي بانيير، عدد المشاركين، عدد هنا 55000 مشارك اكتيف اكونت، 55000 مشارك بطبيعة الحال، وغادي تلقى اكتيفاسيون 199500 اللي تنقر عليهم اليوم، يعني اند اوف سيرفر داي لاست نايت. دونك هنا البارح، هنا سوسيون ستاتيستيك ديال البارح بطبيعة الحال، لانه تعطاو في اخر لحظة ديال النهار. فورم، نمشيو اخر نقطة وهي الفورم هنا راه تدخل الفورم ديو دايلي، تدخل الفورم والفورم تي اسيست ديريكتومون الماي ترافيك فالو، ماي ترافيك فالو تتلقى فيه وينزداي 1 اكتوبر، ها هي دابا اليوم، تتلقى جميع داكشي اللي تيتعلق باليوم، وتتلقى فيه لائحة وهذه مهمة جدا تشوفها. فهنا هنا تيبان عدد المشاركين لي جروب ديال لي بي ا بي، البورسنتاج في المجموع، لا فالور اون دولار ديالتو، عدد لي بارتيسيبون ديالهم، وعدد ولا ثمن القيمه ديالتو، قيمه الدعايات اللي تتوصل. يعني هنا تقريبا ما تيحسبوش لانه تلقى خارج هذيك 200 نقطة عند الجميع. هنا ملي تيولي الانسان من 1612 القيمة ديالو هو 0.12، يعني ممكن نهار في النهار كاملة تربح 0.12 دولار، هي اذا اعتمدتي على النقرات العادية، يعني هنا 0.23 من 12000 الكذا. يعني ملي تجي مثلا عندنا نجي لهاد الدرجة ديالي غادي نلقى بانها 4.68 دولار، نورمالمون 4.68 دولار، ملي تتولي عندك شوية 10 فاصلة، وخرين 22 دولار، وخرين 47 دولار، حتى 106 دولار، حتى 260 دولار، مور 50 مليون الفوق راه 260 دولار اللي تتولي عنده. هما داكشي باش شفنا دابا اليوم وهذا الاسبوع هذا، ولاو علاش؟ لان زاد هذا الجروب هذا ديال 50 مليون وديال 100 مليون، ديال 100 مليون راه باقي زيرو، شتي هذه ديفيزيون بار زيرو هنا، لان الرقم ما كاين تحت. دونك هنا
ملي يولي هذا غادي يولي تيربح شي 100 مليون ربما تربح 500 دولار ولا 600 دولار في العقارات ديال الدعاية. اذا هذا هو علاش هنا الناس راه بطبيعتها تيدخلوا فورم وممكن يدخل اي واحد ويقول الملاحظات ديالو بطبيعة الحال اذا كانوا ملاحظات ما فيه الناس شي هضره قويه ما خدامش فوالا. دونك رجعوا للعمليه فالدرس كما تلاحظوا فكل شيء فيه واضح بالوضوح وبلا بريسيزيون وتبقى انه اهم حاجه وهي هنا تيبان لك مومبر ليست دونك العميل ديال مومبر لي كومبان كومبان يعني انه حتى لي كومبان بيبيسيتير اللي كيديروا الناس راه ممكن تشوفهم لاست اد بورتيز تشوف الناس اللي شراو دعاية يمكن تشري الدعاية وتقلب على راسك هنا مثلا هاد الشيء راه كاع الناس شراو الدعاية دابا اللي شرا 48 دولار ستانلي هذا 4 دولارات واحد كاع الناس تيشري 1 دولار كاع المبتدئين بطبيعة الحال تيشري 1 دولار 2 دولار اكسترا دونك هنا راه عدد ديال الناس تيشري دولار جوج لانه باش هما تيشري تي بيجست كونتون لا هنا بيجست ديسمونت غنشوفو هادي شحال هذا شاري 7 مليون بيجست يعني انه كبيرة الدعايات الكبار هذا شرا 6 مليون و 500 هذا شرا 6 مليون شكون هما هادو كندي هو الاولاني هذاك اللي الثاني ولا الثالث هاد انفو موديل تاع هو الالماني هاد فرنساوي تاع هو تيشري 4 مليون يعني ثلاثة بلشور هاد البرازيلي هذا مايك مازون تاع هو الثالث ولا الرابع دونك وليد انه راه الناس راه ماشي خدام اللي تيشريو دعايات بشي حوايج اللي تتصورش زعما كثيرة بزاف ولكن هما تيعطيو قيمة عطيو قيمة للموقع وخدامين فيه تيربحو منو فلوس بطبيعة الحال والناس اخرين كذلك توب ريفيرنس توب بيرنرز يمكن تقلب على الاسم ديالك هنا فبطبيعة الحال نمشيو نقلب على الاسم ديالي انا في اخر ما شفتو طبعا ماشي بزاف ولكن المهم كاين شي 12 14 كيلكو بار هنا عدد ديال الناس جزائريين اخوان زافريكان كاينين العالم كله هو بطبيعة الحال كاين هنا ف 18 سي با او اكزاكتومون غادي نكون في هاد الاتجاه في هاد هاد البلاصة هادي ربما غادي نكون هنا كيلكو بار سي با اكزاكتومون مي سدوا اتخ كيلكو بار فوالا دونك هذا يمكن تقلب على اسم ديالك بطبيعة الحال تلقى جميع التفاصيل ديالك وجميع التفاصيل ديالك راه عندك في التابلو دبور ديالك دونك سي سيغ بان التابلو دبور ديالك راه فيه اذا زيد عاقل على الجو فوالا دونك هادو هما ما يمكن ان تعرفه وما يجب ان تعرفه حول موقع تدرس وللعمل بطريقة عادية كيف تعمل الناس كاملين ومن الأحسن أنه إذا عندك 1 دولار 2 دولار 3 10 ولا 50 ممكن تستمرها باش تدوز وتطلع في المستوى ديال النقط وتولي ويجيك دعايات تربح 20 دولار 30 دولار في النهار 40 دولار بوكو با 50 ولا 100 دولار علاش ما تربحش مثلا بحال هاد الناس بوكو با علاش ما ربحوش بحال هاد الناس لانه اخر المطاف فهم هما استثمروا في ان ما نمشي نديروا بعد الصفحه الاولى الصفحه الرابعه مثلا عيد الناس كلهم عندهم 110 دولارات في 48 ساعه 106 104 كلهم ماشي من حومه واحده ولا من درب واحد ولا كان بلاد واحده يعني الناس يعملوا وماشي بالضرورة تعتمد على شي واحد تقول بانهم بغيت يكون عندي اصدقاء ها هما كلهم صفر 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 تاخذون 3 دولار عندي شي 4 الناس ولا 3 تابعين لي صافي يعني ماشي باش بزاف دونك بخلاف هادو ها هو الانجليزي ولا البولوني الاخرين
كي تعتمد على رأسهم كيف شفنا الناس الأولين. فهذا موقع الذي يمكن تعتمد على رأسك وتعمل بلا ما تستدعي أي واحد. لا سمح الله أنا من براسي كنقول بابا علاش كندير هادشي، ولكن جماعة ديالنا يكونوا مغاربة هنا حتى هما علاش لا، يكونوا مغاربة كتار كيف كاين هونغ كونغ كلها هي هنا. هونغ كونغ هي بلاد صغيرة وبورتون كاين بولوني كتار، يعني علاش حنا ما نكونوش سيتو، وحتى حنا علاش ما نكونوش كاع في الصفحة الأولى. بوكو با بوكو با، كاين بعض الفرنسيين بعض الإيطاليين بعض السبليون، السبليون كاينين هذا الاسبانيول كاين بزاف بعد المغرب بون كاينين جمال جو كذا. نساوش بان راه كاينين ها هما الناس اللي افارقة ولا كارابيين هونغ كونغ اكسيتا. دونك انطلاقا من هذه الفكرة علاش لا بد نديرو دعاية جو اخواني علاش ما يربحوش تما فلوس بالطريقة اللي تربحو بها الناس الاخرين. سي بورتون تخي سامبل، c'est pourtant très simple, il n'y a rien de spécial, vraiment rien de spécial. Voilà, terminer comme يعني التوفيق ان شاء الله والنجاح. شكرا، فإلى اللقاء.